يا سادة نورهم في الصبح كالبلج، وفيض نائلهم للوفد كاللجج، وترب أعتابهم كالمسك في الأرج. لن أبرح الباب حتى تصلحوا عوجي وتقبلوني على عيبي ونقصاني. سودت وجهي بما أودعت في صحف، وقد مددت إليكم كف معترفي بالذنب من أبحر الغفران مغترفي. فإن رضيتم فيا عزي ويا شرفي، وإن أبيتم فمن أرجو لغفراني.